فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا توضأت وصليت الفريضة ثم تبين لي بعد الصلاة أنه يوجد أثر بول على الملابس، فما حكم هذه الصلاة؟ إيش؟ إذا توضأت وصليت الفريضة ثم تبين لي بعد الانتهاء من الصلاة أنه يوجد أثر بول على الملابس، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لأنك لم تعلم به، لأنك لم تعلم به أو علمت به ونسيته، الصلاة صحيحة، لكن تغسله للمستقبل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.